الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم يا أخواني يا أخواتي في جميع أنحاء العالم؟ أحبكم من صميم قلبي والله. هذا رسالة لكل عالم، أريد كل الناس يرجع إلى التوحيد وعلى منهاج نبوة، مسلم بوذي مسيحي كريستيان. إني أحبكم من صميم قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس ابن آدم وآدم خلق من تراب. أريد معلم طالب وطالبة، 10,000 طالب وطالبة في جميع أنحاء العالم، وأصنع 250 دوام، وعندي 15 كتبا، حتى نفتح المستشفيات، نفتح الجامعات، حتى نعلم بنين والبنات في خدمتكم قبل نرتحل من هذا الدنيا الوقتي. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. إذا تكلم باللغة الإنجليزية يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am visited all dunya inshallah. The all Sikh people for all Muslim and Christian and the Buddha not and any problem and some together. I need help the people have inshallah. I travel to some country. I need help the Sikh people, all Muslim, all Buddha, all Christian. I like him. I'm like him. I'm flown for him. Before I need the diet, I need open hospital and anywhere. I need open the student and student for 5,000 and 10,000 people here studying for the university. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.